أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2016 بشأن تطبيق أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة بالجهات الحكومية التي من شأنها المحافظة على كرامة الوظيفة العامة وهيبتها من قبل جميع موظفي الخدمة المدنية من خلال الالتزام بالسلوك القويم وأداء الواجبات والنأي عن المحظورات، وذلك عن طريق التقيد الصارم بهذه القواعد والأسس والمبادئ التي ترتكز إليها. وأكد زايد أن مدونة السلوك والتي جاءت نتيجة للتعاون المثمر بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة شؤون مجلس الوزراء وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، تأتي هذه المدونة في إطار توجيهات مجلس الوزراء بأهمية استحداث مدونة للسلوك الوظيفي لجميع الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بهدف إرساء معايير أخلاقية وقواعد أساسية لآداب الوظيفة العامة والأجور. السيد صلاح الدين عبد الرحمن عجلان أن من أهداف مدونة السلوك الوظيفي هو إرساء قيم وثقافة مهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزيز الالتزام بهذه المعايير والقواعد والقيم وترسيخ أسس الممارسات الجيدة. وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف السيد فريد عبد الرحمن مدير إدارة أداء وعلاقات الموظفين بديوان الخدمة المدنية. سيد فريد، يعني لو تطلعنا على أبرز أهداف هذه المدونة. نعم، في البداية أحب أشكركم على إتاحة الفرصة لديوان الخدمة المدنية للتحدث عن تطبيق أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، وذلك ليكون المشاهد الكريم بشكل عام والموظف الحكومي بشكل خاص على اطلاع حول أحكامها والقواعد والأسس اللي ترتكز عليها. أما بشأن أهداف المدونة، فإن هذه المدونة تأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء الموقع بأهمية استحداث مدونة للسلوك الوظيفي لإرساء معايير وقواعد أساسية لآداب الوظيفة العامة، وكذلك قرص مكارم الأخلاق لدى الموظف من خلال النأي بنفسه عن مواطن الشبهات اللي تنال من كرامة الوظيفة العامة، وكذلك توعية الموظفين وتوجيههم نحو الأخلاقيات الوظيفية السليمة والانضباط الذاتي اللي تحكم سير العمل في الخدمة المدنية. طبعا كل ذلك يأتي من خلال بيان واجباتهم ومسؤولياتهم اللي تحكم سير العمل وتعزيز عنصر المصداقية والشفافية في الوظيفة الحكومية. نعم، طيب سيد فريد، ما هي مسؤوليات الجهات الحكومية تجاه الموظف؟ حقيقة المسؤولية الأهم للجهات الحكومية بعد صدور هذه المدونة من سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية هي إلزام جميع الموظفين سواء المعين حديثا أو الموظف الموجود في الخدمة بالاطلاع عليها والتعرف على محتواها وكذلك الأحكام الواردة فيها والتوقيع بما يفيد العلم بها حتى يكون على بينة منها أولا، وأن يساعدهم ثانيا في حسن القيام بالمهام الوظيفية المنوطة بها. نعم نعم سيد فريد، يعني كيف نظمت المدونة تعامل الموظفين مع أجهزة الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي؟ المدونة وضعت التزامات للموظف العام في حكومة البحرين ومن ضمنها قواعد للتعامل مع أجهزة الإعلام، حيث أكدت المدونة على المحافظة على أسرار العمل وعدم نشر أو الإطلاع بأي بيانات أو معلومات متعلقة بتصريح إلا بتصريح من السلطة المختصة في جهة العمل. نعم. ويمتد ذلك إلى ما بعد ترك الخدمة الحكومية. أما بشأن مواقع التواصل الاجتماعي فإن الحسابات الشخصية للموظفين العاملين في الحكومة تمثل أصحابها فقط وتغريداتهم ما تمثل مواقف الجهة الحكومية اللي ينتمون لها. ويراعى في ذلك حق الموظف في التمتع بمساحة من حرية الحديث وإبداع الرأي والشكوى الموضوعية مع ضرورة الالتزام والتقيد على نحو صارم بالنظام والأداب العامة وعادات وتقاليد المملكة وبالطبع القوانين والأنظمة السارية فيها. نعم سيد فريد عبد الرحمن مدير إدارة أداء وعلاقات الموظفين بديوان الخدمة المدنية، شكرا جزيلا لك.